المشروبات الساخنة كمان في فصل الشتاء من الحاجات الصحية ومن الحاجات المفيدة، وناس كتيرة تقول هل الشاي والقهوة داخلة معانا في حسبة المية اللي هي المفروض من 2 ل 3 لتر للشخص البالغ السليم، نشرب من 2 ل 3 لتر يوميا. الناس كتيرة بتستغرب الرقم او بتستكتره وتقول ده انا ممكن اشرب كوباية او 2 على مدار اليوم، ما ده على فكرة بيعمل لنا مشاكل على مدار اليوم احنا ممكن ما نكونش واخدين بالنا صحيح. ان ده بسبب نقص المية. يعني مثلا ما اخش المطبخ او الأوضة وادور اقول انا كنت جاي هنا ليه، ده على فكرة نقص مية، لان نقص المية بيعمل حالة من النسيان في اجسامنا، حالة من عدم التركيز. فنقص المية من الحاجات اللي بتقوي الذاكرة. المشروبات الدافئة أو السخنة زي الشاي، القهوة، اليانسون، النعناع، هي داخلة ومش داخلة معانا في حسبة المية. بمعنى يعني إيه؟ يعني النهاردة أنا لما بشرب كافيين كتير وشاي كتير وقهوة كتير، على فكرة الكافيين الكتير اللي زيادة عن احتياجاتنا بيعرض الجسم للجفاف، بيعرض الجسم لحدوث الجفاف، وبتعتبر الشاي وبيعتبر الشاي والقهوة من مضرات البول. فلازم نشرب مية. يعني الكمية اللي هشربها شاي أو قهوة بشكل بسيط كده للسادة المشاهدين لازم أعوضها بمية. عشان كده كان دايما زمان لأنها بتخرج، بتساعد إن إخراج المية من بالظبط الجسم. بتضر كميات كبيرة جدا من الجسم، فبتعرض الجسم لحالة من الجفاف والصداع. عشان كده زمان كانوا بيقدموا دايما فنجان القهوة جنب كوباية مية، عشان ما نشرب القهوة نشرب معاها كوباية المية. فالمية مهم جدا. أعتقد ده عشان الحبيبات بتاعة القهوة، يعني عشان لا هو البودرة بتاعة القهوة نفسها يعني. لا هو علميا الموضوع ده ليه اساس علمي، ان الكافيين زي ما جمانه قالت بيساعد على اخراج الميه من الجسم بشكل سريع جدا. فانا عشان ما يحصلش عندي دروب في الميه او جفاف، فبنبتدي نعوض الميه دي. يعني كل حد يشرب كوبايه شاي او قهوه، يا ريت بعديها كوبايه ميه عشان نعوض الفاقد باستمرار في اجسامنا. الاطفال الصغيرين مهم جدا يكون في معاهم في المدرسه وخلال اليوم الدراسي ازازه ميه، يشرب على الاقل خلال اليوم الدراسي لتر ميه، لان التلميذ اللي في المدرسه ده بيعمل مجهود، محتاج تركيز، محتاج زيادة تحصيل دراسي. على فكرة كمان شرب المية بيقلل من شعورنا بالتوتر، بيقلل من حالة العصبية، بيدينا حالة من الهدوء.